وعايزة أعيد على كل أصحابي في عالم سمسم وأقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. أنا محضرة لكل واحد فيهم هدية وردة معمولة من الورق بمناسبة العيد، وأول وردة هديها الخلخينية. أهلا أهلا بالعيد خلخينية خلخينية يا خلخينية خلخينية. أيوة يا خوخة. كل سنة وحضرتك طيبة يا خلخينية. وانتي طيبة يا خوخة. اتفضلي يا خلخينية، دي وردة من الورق عملتها هدية ليكي بمناسبة العيد. متشكرة قوي يا خوخة. عفوا عفوا. بس أنا كمان عملتلك طبق كحك، اتفضلي. شكرا خلخينية. بس عايزة أطلب منك طلب. اتفضلي. ممكن لو سمحتي تودي طبق الكحك ده لأبلة نبيلة وتقولي لها كل سنة وانتي طيبة، وتقولي لها كمان إن أنا هعدي عليها النهاردة آخر النهار. طيب يا خلخينية، سلام. مع السلامة حبيبتي. دلوقتي أنا ممكن أسيب طبق الكحك بتاعي على الترابيزة في الجنينة لحد ما أروح أودي لأبلة نبيلة طبق الكحك بتاعها. أبلة نبيلة يا أبلة نبيلة، كل سنة وحضرتك طيبة يا أبلة نبيلة. وانتي طيبة يا خوخة. خلخينية بعت لحضرتك طبق الكحك ده وبتقول لك كل سنة وانتي طيبة وانها هتعدي عليكي آخر النهار. متشكرة جدا يا خوخة. اتفضلي. شكرا. عفوا. أنا كمان محضرالك طبق بسكوت لذيذ جدا بمناسبة العيد. اتفضلي يا خوخة. شكرا شكرا جدا أبلة نبيلة. خوخة، ممكن أطلب منك طلب؟ اتفضلي أبلة نبيلة. لو سمحتي ممكن تودي طبق البسكوت ده لعم جرجس وتقولي له كل سنة وانت طيب؟ طبعا طبعا يا أبلة نبيلة. متشكرة يا خوخة. عفوا عفوا. أنا ممكن أحط طبق البسكوت بتاعي على الترابيزة وبعدين أروح أودي طبق البسكوت ده لعم جرجس. عم جرجس يا عم جرجس. أهلا يا خوخة. أهلا أهلا أهلا. إزيك يا عم جرجس؟ إزيك يا خوخة، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب يا عم جرجس. عم جرجس. نعم. أبلة نبيلة بعتت لحضرتك البسكوت ده وبتقول لك كل سنة وانت طيب. متشكر خالص يا خوخة، أشكرك. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب. وأنا كمان محضر لك طبق غريبة. اتفضلي يا خوخة. شكرا شكرا يا عم جرجس. بقول لك يا خوخة، ممكن أطلب منك طلب كمان؟ طبعا يا عم جرجس. تودي الطبق ده عند عم حسين وتقولي له عم جرجس بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا عم جرجس. سلام. مع السلامة يا خوخة. خوخة دي بنت هيلة. أنا ممكن أحط طبق الغريبة هنا على الترابيزة وبعدين أودي طبق الغريبة ده لعم حسين. كل سنة وحضرتك طيب يا عم حسين. وانت طيبة يا خوخة. عم جرجس بعت لحضرتك طبق الغريبة ده وبيقول لك كل سنة وانت طيب. متشكر يا خوخة. عفوا. كل سنة هو طيب. على فكرة خالة خيرية كانت مجهزة لك طبق كحك. أيوة أنا أخدته يا عم حسين. شكرا. يلا مع السلامة يا خوخة. ده طبق الكحك اللي اديتهولي خالة خيرية، وده طبق البسكوت اللي اديتهولي أبلة نبيلة، وده طبق الغريبة اللي ادهولي عم جرجس. بس أنا هعمل إيه بكل الحاجات دي؟ أنا جاتلي فكرة. دي أحسن طريقة عشان نحتفل بالعيد وناكل الحاجات اللذيذة دي كلنا مع بعض، وكمان عشان أدي لكل واحد فيكو الوردة اللي عملتها من الورق الملون. كل سنة وانتوا طيبين. اتفضلوا 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 كل يا عم جرجس. أنا عبير وده بابا عماد. بابا أخدني أسوان عشان احنا في اجازه في نص السنه، واحنا رايحين نركب المركب لقيت ناس بيعزفوا موسيقى. عم مرجان كان ماسك الضف، وعم عبده بيعزف على السمسميه. الموسيقى دي بيسموها موسيقى نور، وفضلنا شويه نسمع الموسيقى لانها كانت عجباني قوي. قلت لبابا يوديني جنينة الحيوانات. بابا قال لي بس ما فيش جنينة حيوانات هنا في أسوان، بس أنا سمعت واحد بيقول للمراكبي وديني عند فيل، وأنا كمان عايزة أشوف فيل. بابا قال لي تعالى
طب تعالي معايا وانا هفهمك على كل حاجه. شاور لي على طائر واقف على الصخور وقال لي الصخور دي ظهرها عامل زي ظهر الفيل، وكل الجبال اللي في المنطقه دي تشبه ظهر الفيل، عشان كده سموها جزيره فيل اللي فيها المعبد اللي احنا رايحينه. بابا شاور لي على مكانه القديم ايام الفراعنه، المعبد كان هيغرق بس هم انقذوه ونقلوه مكان تاني. الله، المعبد شكله حلو قوي. بابا قال لي يلا بينا عشان ادخلك جوه تتفرجي عليه. المعبد مليان عمدان كتيره وضخمه وعليه رسومات كبيره على الحيطان. الرسومات دي كانت الكتابه بتاعه الفراعنه، واللغه دي اسمها الهيروغليفيه. وكل رسمة من دول حرف. أنا وبابا اتفسحنا في المعبد وقابلنا الحارس عم بخيل وشاور لنا ممكن نروح فين، وعرفت إن مفيش جنينة حيوانات في أسوان، وإن معبد فيلة ده كبير قوي. وقبل ما نمشي قلت لبابا انا عايزه اجيب كارت عليه صوره المعبد عشان افرجه لاصحابي في المدرسه. وعجبني كمان فيل هناك، بابا اشتراهولي بدل الفيل اللي كنت عايزه اشوفه. انا انبسطت قوي وهقول لكل الناس تيجي هنا عشان تتفرج على معبد فيلة. شايفيني أنا على الفرع. بصوا دلوقتي أنا جوه الفرع. أنا بقيت تحت الفرع. دلوقتي اتزنقت. هادي يا هادي، اصحى اصحى. هادي صحيت. ايه 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 هادي، مش هتصدق انا حلمت بايه. اكيد هتحكي لي عليه. لا انا هغنيه لك احسن. لا بلاش. انا حلمت بصوت صحاني لكن دمه كان خفيف، وحسيت بشيء غريب قلت لنفسي ده تخريف. عارف لما بصيت شفت ايه؟ لقيت قرد عالسرير جنبي قاعدين، عالسرير عالسرير كانوا عالسرير، رقصوا ونطوا ولعبوا كتير. قلت ابعد واتمشانا في البيت، سبتهم يلعبوا عالسرير انا ومشيت. شكرا يا شادي. ولما مشيت سمعت صوت لطيف، وما ظنش اني سمعت زيه صوت كان طالع من درجي. يا ترى ايه؟ اتسحبت بخفة علشان اشوف. كان في الدرج كان في الدرج كان في الدرج الدرج. أخدت نفس طويل وابتديت قاعد، واحد اتنين تلاتة أربعة، طلعت حاجة منه لما فتحته. كانت زلومة فيل شكلها طويل، ولقيت فيل عايش في الدرج الفوقاني. مش هعرف اخد منه شربات تاني، شرباتي في الدرج مع المناديل، شرباتي جوه في درجي ومعاها عايش فيل. كان في الدرج والقردين بينطوا عالسرير، دي حقيقة مش جنان، اوضتنا اتحولت لحديقة حيوان. قعدت وانا مستغرب من الموقف الغريب، بصيت للقردين كده وسمعت صوت من تحت السرير جاي من تحته تحته تحته، مخيف وما فيهاش كلام، ما
تحت السرير على البلاط تمام، ما عوزتش أشوفه ساعتها عشان أرتاح، لكني لقيت تحت السرير تمساح، واحد تحت واتنين فوق والتالت في الأدراج. الأوضة بقت فيلم بكاميرا وإخراج. قلت لنفسي بص دي حقيقة مش جنان، ممكن نقلب الأوضة لحديقة حيوان. أنا عارف إنه كان حلم، بعده أنا فتحت، لكن يا ترى كانوا عايشين جواه وفوق وكمان تحت، لكن يا ترى كانوا عايشين جواه وفوق وكمان تحت. مفيش هنا أي حاجة، مفيش هنا أي حاجة، ده كان مجرد حلم. أوه يظهر معاك حق. طيب أنا هحضر الفطار. يظهر لازم أقوم أنا كمان. طيب هحصلك على طول، أنا هلبس واجي. ازيكم يا صحابي؟ النهاردة أنا وفلفل هنوريكم معنى كلمة مفاجأة. بالظبط، المفاجأة يا صحابي بتحصل فجأة، يعني حاجة ما تكونوش مستنيينها، ممكن تكون حلوة وممكن لأ. بما إني خبير في المفاجآت إيه رأيك يا فلفل؟ بدل ما نتكلم نوري أصحابنا المفاجأة تبقى عاملة إزاي؟ هايل يا نمنم، أنت فاجئتني لأنك قلت نفس الكلام اللي هقوله بالظبط. طيب غمض عينك يا فلفل وأنا هعمل لك المفاجأة. بس كده؟ حاضر. انا بحب المفاجآت جدا. اوعى تفتح عينك. ودلوقتي بص على المفاجأة يا فلفل. ياه مرزوق، دي مفاجأة هايلة يا نمنم. ازيك يا فلفل، انا جيت عشان العب معاكم ماتش كورة. يا سلام، انا هستناكم في الملعب، اول ما تخلصوا تعالوا على طول. طبعا مع السلامة يا مرزوق. ايه رأيك يا فلفل لو عملت لك مفاجأة تانية؟ يا ريت يا نمنم. طيب غمض عينك يا فلفل. حاضر، انا مستعد للمفاجآت. اوعى تفتح عينك. ودلوقتي تقدر تبص يا فلفل. يا سلام عسلية، دي احلى مفاجأة في الدنيا، مفاجأة لذيذة. طيب تحب يا فلفل اعمل لك مفاجأة كمان؟ طبعا احب قوي، احب جدا، ومن غير ما تقول يا نمنم هجمع عينيا. اوعى تفتح يا فلفل. انا رأيي ان نمنم هو احسن واحد بيعمل مفاجآت في العالم. ودلوقتي تقدر تفتح يا فلفل. ايه ده يا نمنم؟ فين المفاجأة؟ وايه اللي على بقك ده؟ الله، فين العسلية اللي انت جبتها؟ ما انا اكلتها، اكلت العسلية كلها يا فلفل، هي دي المفاجأة. اكلتها؟ زي ما قلت لكم يا اصحابي، المفاجأة مش لازم دايما تكون حلوة. مليان. فاضي. مليان. فاضي. مليان.
فاضي. ازيكم؟ انا مبسوطة قوي النهاردة، عارفين ليه؟ علشان سرحت شعري لوحدي. حلو مش كده؟ دي اول مرة اسرح فيها شعري لوحدي وطلعت حاجة مسلية قوي. انتوا كمان لازم تجربوا تسرحوا شعركم لوحدكم، وممكن برضو تطلبوا من حد كبير يساعدكم زي ما انا خليت خالة خيرية تلمهولي بعد ما سرحته. مع السلامة. انا بحب قوي اقعد العب في البيت علشان بعمل باللعب حاجات جميلة وكتيرة قوي. ساعات عربية بابا بتبوظ وبيبقى مش عارف يعمل ايه. نفسي لما اكبر ابقى مهندسة ميكانيكا علشان اساعد بابا في تصليح العربية، وكمان هقدر اصلح عربيات كبيرة. انا عندي كمان سمك في اوضتي وبحط له اكل كل يوم. انا نفسي كمان لما اكبر ابقى عالم البحار علشان اقدر اغوص تحت الميه وادرس البحار والاسماك. زي ما قلت لكم انا بحب قوي العب واعمل باللعب حاجات كتير خصوصا لما اكبر. شوفوا لبسنا وهيئتنا، هي دي لعبتنا وبنلعبها كتير. لابسين وعاملين روحنا كبار، حلوين زي ست وجدي تمام. لو سمحتوا يعني نفسي يبقى بالنا رايق ونبقى دايما كده كده مبسوطين. احنا هو متحمسين متسوقين وكمان من انتكين وبنلعب عاملين روحنا كبار. سعيد البسيط قابل شوية حيوانات رايحين السوق، قال في حاجة غلط لكن فين؟ في حاجة غلط مش عارفة أطير. ما في حاجة غلط، مشيتي غريبة. حاجة غلط لكن أنا مبسوط كده. يا سلام. كوكو كوك انت عندك جناحاتي. كوك 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 لو سمحت ما افتكر ان عندك رجلية. لازم تفكرني. ما لسه في حاجة غلط. كوك 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 احنا عندنا رجلين بعض. عرفت الغلط، الخروف مش بيلبس جزمة. شكرا يا خوخه.
أنا عايز أساعدك في ترويع السفرة، هشيل كل الأطباق الفاضية أوديها المطبخ. شكرا يا فلفل بس. لا شكرا على واجب يا خالة خيرية، دي أقل حاجة. يا فلفل مفيش تعب ولا حاجة، أنا أحسن واحد. كل الأطباق اتكسرت، أنا آسف يا خالة خيرية، أنا غلطت مع إني كان قصدي أساعدك. معلش يا فلفل، أنا عارفة إن ما كانش قصدك تكسر الأطباق. ايوه لكن دي غلطه فظيعه، انا مش عارف وقعوا مني ازاي. كلنا بنغلط يا فلفل، انا كمان غلطت اني سبتك تشيل كل الاطباق دي لوحدك من غير ما اساعدك. معلش يا فلفل، انت ما كانش قصدك، واحنا لما بنغلط المهم نتعلم من غلطنا وما نكرروش تاني، مش كده يا خالة خيرية؟ مظبوط يا خوخه، مش مهم اننا نغلط، لكن المهم اننا نتعلم من غلطنا وما نكرروش تاني ابدا. يعني مش زعلانه مني يا خالة خيرية؟ لا يا فلفل مش زعلانه منك، واديني اتعلمت حاجه مهمه جدا، اتعلمت ان اول ما اخلص اكل الم كل الاطباق بنفسي وبسرعه. وانا كمان اتعلمت اني لو شلت الاطباق اشيلها واحد واحد مش كلهم على بعض. اكيد انت كمان اتعلمت كده يا فلفل صح؟ ايوه بس انا اتعلمت حاجه تانية كمان من الغلطه دي. ايه هي يا فلفل؟ إننا ناكل بعد كده في أطباق ما بتتكسرش.